السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله معاكم ميس أمل حسني. هنبدأ بإذن الله. أول درس عندي اسمه الدرس التمهيدي، اللي هو بيتكلم على مفهوم الجغرافيا وتقسيمتها. طيب معايا كده في السلايد رقم 3 عندي يعني إيه كلمة جغرافيا، مفهوم الجغرافيا. علم الجغرافيا هو علم اسمه علم وصف الأرض، لأن المقطع ده أو كلمة جغرافي بتتكون من مقطعين، الجيو يعني الأرض والجغرافيا اللي هي الوصف، فتبقى على بعض علم وصف الأرض. طب إزاي بقى؟ بيقول كان زمان الرحالة كانوا بيصفون وبيسجلون كل اللي بيشاهدوه من خلال البلاد والأقاليم اللي كانوا بيزوروها، وبعد كده بيجوا يدونوها. طيب وبعد كده ابتدى مفهوم الجغرافيا يكبر. عندي في السلايد رقم 4 حدث او اصبح مفهوم الجغرافيا اسمه ايه بقى دلوقتي؟ بنقول عليه علم دراسة وتحليل الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الارض مع توضيح العلاقات المكانية المتبادلة فيما بينهما. طيب بعد كده عندي في السلايد رقم 5 انا عايز اعرف بقى هي كعلم ايه اهميه دراسه علم الجغرافيا. اولا هي بتدرس التفاعل بين الانسان والبيئه اللي هو عايش فيه. تاني حاجه هي بتطرح الحلول العلميه والممكنه للمشكلات، بالذات المشكلات السكانيه، واحنا عندنا طبعا في مشاكل سكانيه ومشاكل بيئيه نقدر نقول ان هي بتسبب لنا ازمه، فهي العلم ده بيحاول ان هو من خلال حلول ان هو يحل كل ده والاخطار طبعا اللي ممكن يتعرض لها الانسان. كمان أصبح لها دور مهم في حياة الإنسان، وخاصة في استثمار الموارد الطبيعية والتخطيط العمراني. كمان عندي من أهميتها أنها بتخدم علوم أخرى وبتستفيد منها بعد كده في دعم واتخاذ القرارات. آخر حاجة طبعا بتؤدي طبعا الحقائق العلمية اللي احنا بنعرفها في علم الجغرافيا بتؤدي في الآخر أن احنا يبقى عندنا ترسيخ في الإيمان بالله من خلال دراستنا للكون وللأرض. طيب بعد كده هتكلم على خلاص بما اننا عرفنا ايه هي واهميتها، هتكلم في السلايد رقم 6 على فروع علم الجغرافيا. الجغرافيا تنقسم لنوعين، في عندي جغرافيا طبيعيه وجغرافيا بشريه. الجغرافيا الطبيعيه بتهتم بدراسه الظواهر الطبيعيه اللي خلقها الله وطبعا تفاعلها مع بعض، اما البشريه فبتهتم بدراسه الظواهر البشريه على سطح الارض من تفاعل الانسان مع الايه؟ البيئه. طيب يبقى احنا كده خدنا نوعين. تعالى بقى نمسك كده الجغرافيا الطبيعيه فروعها ايه. الجغرافيا الطبيعيه بتنقسم الى اول حاجه عندي في جغرافيا التضاريس، وعندي الجغرافيا المناخيه، وفي حاجه اسمها الجيموفولوجي، وفي حاجه اسمها بحار ومحيطات وحيويه، والجغرافيا الايه فلكيه. يبقى انا كده قلت كام؟ قلت 6 انواع للجغرافيا الطبيعيه. طيب تعالى كده معايا في السلايد رقم 7 8 عندي فروع الجغرافيا الطبيعيه. زي ما انت شايف كده عندي جغرافيا التضاريس بتتكلم على ايه، باينه من اسمها انها بتتكلم على الاشكال التضاريسيه على سطح الارض. طيب عندي بعد كده النوع الثاني اسمها الجغرافيا المناخيه، بتتكلم على ايه؟ برضو باينه من اسمها بتتكلم على الاقاليم المناخيه واثرها والمناخ على الانسان والبيئه. طيب الجغرافيا اللي هي جيموفولوجي دي بتتكلم على شكل سطح الارض، دي بتهتم بدراسه شكل سطح الارض والعوامل الباطنيه اللي شكلت شكله ده. طيب كمان عندي نوع تاني اللي هي جغرافيا البحار والمحيطات، دي نوع برضو باينه من اسمها انها بتتكلم على الخصائص الطبيعيه لميه البحار والمحيطات. اما جغرافيا الحيويه جايه من الحيوان، انها بتهتم بالحيوان وبالتربه وبالنبات اللي هي طبيعي. وفي الجغرافيا الفلكيه ودي برضو نوع تاني بتهتم بشكل الارض والحركه وعلاقتها بالكواكب الاخرى والنجوم. طيب بعد كده عندي السلايد رقم 9 الجغرافيا البشريه. خلاص كده احنا خلصنا الطبيعيه، نخش على الجغرافيا البشريه ليها فروع ايه هي. عندي في الجغرافيا الاقتصاديه ودي بتهتم بدراسة الأنشطة الاقتصادية زي إيه؟ زي الزراعة، الرعي، التعدين، الطاقة، إيه النقل. وفي عندي جغرافية السكان ودي برضو بتهتم بالسكان من حيث نموهم، توزيعهم، تركيبهم، كثافتهم والهجرة.
جغرافيه ال عمران بتهتم بدراسه العمران بنوعيه اللي هو الريفي والحضري والبدوي على سطح الارض والمشكلات طبعا اللي ناتجه عن كده. في كمان الجغرافيا السياسيه ودي نوع برضو جديد من الجغرافيا بتهتم بالمقاومات الطبيعيه والبشريه لاي دوله وتنظيمها وتاثيرها الداخلي في العلاقات الدوليه. في عندي كده احنا كده قلنا الموضوعات بتاعه الجغرافيا الطبيعيه والبشريه، في بقى عندي فروع اخرى للجغرافيا اللي هي بتنتمي للطبيعيه ولا بتنتمي الى البشريه، امال هي ايه بنقول عليها كده فروع اخرى او بنقول عليها فروع تانية جديده ظهرت. طيب يبقى انا عندي هنا في السلايد رقم 10 قلنا في فروع اخرى التي لا تنتمي لمجموعه بعينها سواء الطبيعيه او البشريه، ولكن في رابط مشترك ما بينهم وفي نفس الوقت ليها اهميه كبيره. طيب عندي هنا ايه هي بقى؟ في عندي حاجه اسمها الجغرافيا الاقليميه، دي بتهتم بان انا بدرس العالم او بقسمه لخصائص واقاليم جغرافيه طبيعيه وبشريه، يعني بمسك كل اقليم وبقسمه. والجغرافيا التاريخيه لما اجي ادرس حاجه في الماضي حصلت فلازم طبعا الجا للتاريخ، فعشان كده دي نوع برضو جديد بتهتم بدراسه الظواهر الجغرافيه الطبيعيه والبشريه بس فين؟ في الماضي. الجغرافيا الطبيه برضو دي فرع تاني وبرضو دي بتهتم بتوزيع الامراض وانتشارها، يعني لما الاقي مرض بينتشر في مكان اشمعنى بينتشر في المكان ده عن دون الاماكن الاخرى، فده بنرجع بقى لايه؟ للجغرافيا الطبيه وهي اللي بتقول لنا اثر ده والتحليل والتوزيع المكان. طيب اخر حاجه في جغرافيا الجريمه ودي برضو نوع تاني جديد، دي بتدرس العلاقه بين المكان وافعال المجرمين، زي كده ما نقول مثلا ان في حد اثر المكان اللي هو عايش فيه على جريمه هو عملها، فدي داخله ضمن ايه؟ جغرافيا الجريمه. طيب بعد كده السلايد عندي رقم 12، انا طبعا عندي فيه ادوات لازم اتعلمها عشان يبقى عندي او اقول ان انا بتعلم جغرافيا. من الحاجات الاساسيه اللي عندي الخريطه وفي حاجه عندي اسمها التقنيات الحديثه. طيب تعالوا الاول كده نتكلم مثلا على الايه خريطه، ايه هي؟ هي تمثيل للظواهر الطبيعيه والبشريه او كليهما على سطح الارض او جزء منه، طبعا بستخدم فيها بمقياس رسم ورموز والوان علشان اقدر احدد الايه الحاجه عليها. طيب في حاجه تانية اسمها التقنيات الحديثه، طيب انا عندي في حاجه اسمها من التقنيات الحديثه ان انا استخدم بقى كل ما هو جديد، عندي في حاجه اسمها الاستشعار عن بعد واقول ايه هو، وفي حاجه عندي اسمها نظم المعلومات الجغرافيه اسمها الجي اي اس، وفي عندي نظام تحديد الموقع العالمي اللي هو الجي بي اس، كل دي ادوات عندي مهمه في دراسه الجغرافيا. طب تعالى كده في السلايد رقم 13، دي الادوات اللي عندي اللي انا بستخدمها في تعلم الجغرافيا، عندي في هنا الكره الارضيه اطلس ممكن اطلع رحله افهم منها، طبعا عندي في حاجه اسمها اللي هي دواره كده، يعني مثلا لو عايز احسب الاتجاه الرياح ممكن استخدم حاجه اسمها دواره الرياح، دي مثلا بتحسب لي سرعه الرياح الاتجاه، كل دي بنقول عليها الادوات اللي بنستخدمها في الايه الدراسات. طيب بعد كده في عندي بقى اساسيات الخريطه في السلايد رقم 14، انا عشان اقول او انا عشان اقرا اي خريطه عندي اساسيات، الخريطه لازم يبقى لها اول حاجه عنوان، ثاني حاجه لازم يكون فيها الاطار، ثالث حاجه المفتاح، رابع حاجه مقياس الرسم، وفي حاجه اسمها سهم اتجاه الايه الشمال، وعندي في المصدر هي مين طبعا اللي عاملها، كل دي عندي اساسيات عندي راح اتكلم عليها. طيب عندي كده في السلايد رقم 15 برضو دي انا لسه قايلاهم اللي هي من الاساسيات اللي عندي العنوان والمفتاح واتجاه الشمال ومقياس الرسم عشان اعرف اقرا دي خريطه ايه. طيب عندي بعد كده في السلايد رقم 16 هتكلم اول حاجه على اليمفتاح، ايه هو اليمفتاح؟ المفتاح لما اقول والله ده الخريطه ليها حاجه اسمها المفتاح، المفتاح ده هو بيوضح معاني الرموز والالوان ويوجد في احد اركان الخريطه داخل مستطيل او مربع، انا عمري ما هعرف اعرف الخريطه دي فيها اسهم وفيها حاجات هي دي بتاعت ايه، لازم اعرف ده منين، هعرفه منين عن
الطريق المفتاح، والمفتاح ده زي ما انت شايف كده عندك في الخريطة بيبقى موجود في احد اركانة، وغالبا بيبقى تحت او اسفل الخريطة. طيب عندك في السلايد رقم 17 انا عندي الرموز ليها كذا شكل، يعني ممكن مثلا عايز اقول لك ان في يا مطار، بدل ما اكتب لك مطار جوه الخريطه لا بعمل لك تحت شكل طياره، فانت تفهم ان ده ان دوت ايه مطار. يبقى دي اسمها ايه الرموز المستخدمه. مثلا عايزه ممكن اوضح انتاج حديد او منجنيز، اعمل لون جوه واعمله في المفتاح، فانت تبقى فاهم انه دوت رمز ليه. طيب في السلايد رقم 18 طبعا مفيش خريطه ما يبقاش ليها الايه العنوان، زي كده انت ما ينفعش تروح بيت حد من غير ما تاخد عنوانه، اهو نفس الفكره عندي انا عشان اقول العنوان ده بيوضح لي الخريطه بياناتها ايه، يعني دوت ايه بتتكلم على ايه، وطبعا دي حاجه مهمه ومن اساسياتها. كمان اي خريطه بيبقى فيها سهم كده بتبقى راسه لفوق، عشان كده بنقول عليها سهم اتجاه الايه الشمال. طب ايه هو اهميته؟ بيقول لي طبعا انا لو الخريطه ما فيهاش السهم ده مش هعرف احدد باقي الايه الاتجاهات، عشان كده انا بقول عليه هو سهم بيرسم وبيشير الى اتجاه الشمال في اي خريطه. طب ليه هو اشمعنى اختاروا الشمال؟ ليه مش الشرق؟ ليه مش الغرب؟ عشان انا لو عرفت احدد الشمال هعرف احدد بقيه الاتجاهات. طيب في كمان حاجه عندي اسمها مقياس الرسم. ايه هو؟ والله انا لما باجي بعمل يا خريطه باجي اعملها بحاول اصغرها عشان تناسبني ان انا اقعد ابص لها، مش طبعا استحاله العالم كله هعمله في ايه في خريطه كبيره او لا، انا بحاول اصغر لغايه ما بوصل لايه للمقياس اللي انا عايزاه. يبقى لما اجي اقول ايه هو نسبه بين المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. السلايد 21 مقياس الرسم بيتكتب بكذا شكل على الخريطه، في مقياس الكتابي وفي البياني وفي الايه خطي. طيب وده طبعا كل واحد بيتكتب ازاي عندك اهو في السلايد رقم 21. السلايد 22 اي خريطه بيبقى لها حاجه اسمها الاطار وفي حاجه اسمها مصدر. ايه هو الاطار؟ الاطار بيقول لك هو الحد اللي بتنتهي عنده جميع تفاصيل الايه الخريطه، يعني انا لازم بعمل ليها البرواز بتاعها عشان ما ابقاش طالعه بره وراحه في حته ثانيه، لا خلاص هي بتنتهي عند الخط ده، فده كده اسمه الاطار. بيضم داخله كل المحتويات، بنوعه طبعا ممكن اغير السمك بتاعه عشان يدي شكل يا جمالي بتاعه، وطبعا هو بيقول لك بتنتهي عنده ايه كل تفاصيل الايه الخريطه، وممكن اغير في شكله علشان يدي شكل الجمال. السلايد رقم 23 الاحداثيات، دي برضو من اساسيات الخريطه. ليه بقى؟ لان دي بتوضح لي حاجه اسمها الموقع الفلكي. انا عمري ما بعرف اروح برضو مكان، بالذات لو يا طيار او حد رايح ما مكان لازم يجيب له الاول موقع الفلكي بتاعه اللي هو خطوط الطول ودوال العرض علشان خاطر اقدر اعرف انا فين واحدد الايه الاتجاه بتاعي. وطبعا ده بيساعدني حتى هما بيساعدوني الاثنين اللي هما الطول والعرض في ان انا احدد المناخ واحدد الوقت. السلايد رقم 24 طب هي كده الخريطه ليها اهميه، طبعا بتستخدم بقى في ايه؟ في التعرف على الاماكن والموقع، بيستخدمها الطيار القبطان السفينه كل دول لازم يمشوا بيها طبعا عشان احدد الاتجاهات السير، الجندي طبعا اكيد برضو عايزها قوي، المهندس لما يجي يبني مبنى، بتساعد الطالب في المذاكره بالذات في ماده الجغرافيا، لغه مختصره في نقل المعلومات وتساعد في حل المشكلات. طيب عندي من التقنيات بقى الاستشعار عن بعد، انا اتكلمت عليه في الاول وعايز اعرف يعني ايه الاستشعار عن بعد. هو علم القياس او الحصول على معلومات بواسطه اجهزه ومستشعرات لا تلامس سطح الارض. الاستشعار عن بعد بيضم اتنين، في حاجه اسمها تصوير جوي وفي حاجه اسمها التصوير الفضائي. ايه الفرق؟ الجوي ان انا بحط كاميرا متثبته في جسم الطياره وبلقط منها صوره من ارتفاعات قليله بمقياس رسم. طيب اما الفضائي دوت بيتم بمستشعرات بس دي بتتثبت في الاقمار الصناعيه من ارتفاعات عاليه من سطح الارض، بتغطي برضو عندي مساحه واسعه علشان خاطر اقدر ان انا احدد الجزء بالظبط. طيب في السلايد رقم 26 الاستشعار عن بعد ليه تطبيقات في حياتنا، احنا في الجغرافيا بنستخدمه مثلا في رسم الخرائط الجديده
للزوار طبعا سواء الطبيعيه او الايه بشريه. بدرس الموارد الطبيعيه، بوفر لها معلومات دقيقه وامكانيات واستخدامها. طيب في الدراسات المناخيه برضو نفس الفكره، في دراسه الغلاف الجوي والضغط والرياح والحراره. الدراسات العمرانيه بيفيدني ان انا اختار انسب موقع مثلا اعمل فيه مصنع او هعمل فيه مكان هندسي او احدد افضل المسارات بتاعه الطرق السكك الحديديه. في المجال العسكري برضو بيستخدم في التجسس، الاستطلاع، الانذار المبكر لو انا هطلع يا صاروخ، الاقمار الصناعيه، كل ده عندي مهم جدا. طيب بعد كده هتكلم عندي في السلايد رقم 27 في بقى مكونات نظم المعلومات الجغرافيه، ده اللي اسمها الجي اي اس. في حاجه اسمها البيانات الجغرافيه، بجيب البيانات بدخلها بقى، خلاص انا جبت البيانات بتاعتي بحاول ادخلها على اجهزه الحاسب الالي اللي عندي، فبقسمها لبيانات مكانيه زي ايه، جبت اي خريطه جديده اي حاجه بدخلها، بجيب البيانات الوصفيه جدول شكل بياني بخزنه في شكل صوره رقميه، وفي عندي الاجهزه اللي هي اللي بقول عليها اللي هي الهاردوير اللي هي طبعا بتضم حاسب الي وطابعه وماسح ضوئي، وفي اللي هي السوفت وير اللي هي طبعا فيها كل البرامج اللي انا بجيبها عشان اعالج بيها كل البيانات دي. المختصون بقى اللي هم البشر اللي هيدخلوا كل ده وهيبتدوا يطلعوه في شكل معلومات. طيب عندي مكونات نظم المعلومات الجغرافيه في السلايد رقم 28، في اجهزه حاسب الي، القوى البشريه، البرامج، المعلومات، كل ده انا محتاجاه علشان اطلع مع معلومات يا جديده. طيب عندي هنا في اخر حاجه هتكلم على مجالات استخدام نظم تحديد الموقع العالمي اللي هو الجي بي اس. الجي بي اس احنا بنستخدمه في السلايد رقم 30 في المجال العسكري، في الملاحة الجوية، في طبعا السفن لازم في المجال البحري، في النقل، في رسم الخرائط، في الاتصالات. طيب وعندي في السلايد رقم، معلش هرجع للسلايد تاني، 29 بيقول لي انه الجي بي اس بقى بيتحط ازاي او هو بيبقى ايه هو النظام عليه. هو عباره عن بيبقى اقمار صناعيه وفي نفس الوقت بحط اجهزه استقبال، وطبعا بيزود اي معلومات انا عايزاها على سطح الارض، بيقول لي بحدد الطول والعرض بتاعها والارتفاع، وطبعا بيقول لي هم بيتكون من 24 قمر صناعي متوزعين بشكل هندسي بيدوروا حوالين الارض في 6 مدارات، ووفقا للتوزيع الهندسي ليهم بيقول لي انا عشان اجيب اي مكان بدقه لازم يكون عندي على الاقل 4 اقمار صناعيه، علشان طبعا كلما زادت عدد الاقمار كلما زادت الدقه. وبكده يا سنه اولى يبقى انتهى الدرس التمهيدي، ارجو ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا، ونلتقي ان شاء الله في الدروس الاخرى. السلام عليكم.